هذه بنتك ما شاء الله يا جريم. هذه شلت انقلبها خليها لي. الله يصلحها ويخليها. كم عمرها؟ 11 سنة. ما شاء الله. ماشي. طيب نواف بالله شوف السماعة. شوف السلك ورا شيء. تدرس ايش هي؟ صف ايش؟ 5 ابتدائي الحين. اشتقت لها؟ لا تقول الا خير. والله الشوق ما يعلم به الا الله، والله نفسيتي تعبانه لها يومين من الشوق لها البنيه ذي. توك يا جرايم توك ما كملت. لا تقول الا خير، انا البنيه ذي يمكن هي تسمعني الله يصلحها، ما ترقد الا في حضن. ما شاء الله، الله يخليها لك. يعني كبرت البنت وعادها ما تنام الا في حضن ابوها. ما في شيء. الله يخليها لك ان شاء الله. الله يخليها لك ويحفظها. ولا اعرفها. قد سافرت عنها، رحت عنها بعيد؟ اسافر بس ما اطول يا اخي، حتى اذا سافرت هي معي بالجوال اكلمها كام واكلمها صوت واكلمها. انت من يوم دخلت هنا ما ابد ما سمعت صوتها. الحين والله اعوذ بالله من الله يجعل الحال اللي انا فيها الان ما يمر على عليكم ولا على احد من اخواني. والله ان قلبي بين قوس من محل، ابي اسمع صوتها وابي اسمع ايش تقول وايش في خاطرها، تدارسه مدرسه. طيب يا جماعه اعذروني، انا بصراحه تفاعلت وتاثرت، لكن نبي نتصل على سجل الرقم، نبي نرسله على الكنترول ويتصلون. طيب نبي نرسله وابشر بالسعد، والله ان شاء الله نتكلم. جعل ابوك في الجنة. ارسل حط رقمها هنا للكنترول، وانتم يا كنترول ما عاد نستقبل اي اتصال الا بنت جري. سجل الرقم هنا. طيب يلا دامهم جهزوا اتصال، مع اني انا اقول لكم لا نستقبل اتصال الا بنت جريم، لكن اعطونا اتصال دام جاهز. الو الو، ترى فيها وشوشه يا وشوشه يا جماعه. السماعه. الو تسمعوني يا كنترول؟ عندكم اتصال ولا؟ طيب ارسلوا لنا احد يشوف السماعه ضروري. تمام. طيب جريم غنيت في بنتك، كتبت فيها ابيات. انا اقول بيتين وإذيك الحين الصغيره جايه تسحب غطوه امها، واقول الاسم رفعه والدلع رفع، الاسم رفعه والدلع رفوعي. يا سلام. وافعال ابوها بالفخر ترقابه. نعم. عليكم زود كن الزهرة في خدها مزروعي، والعين عين اللي على مرقابه قولوا ما شاء الله، اقبل الدلوعي بيديه يسحب برقعه وانقابه. الله يا سلام. صح لسانك. صح بجنك طال عمرك. عسى الله يخليها لك. الله يجزاه خير ويرحمه. طيب خلونا ناخذ اتصال، خلينا نجرب السماعه. يلا. طيب نواف الشهراني. ارحب. وش الرساله اللي عندك؟ من خلال هالبرنامج تبي تقدمها او لجمهورك؟ اولا اوجه رساله الى الوالد والوالده، اسال الله العلي العظيم ان الله يطول بعمارهم، واقول بيض الله وجيههم جميعا والله يعطيهم العافيه. الله يخليهم لك ان شاء والله الله. والله يا نواف لو يسعى ليل ونهار، والجميع ايضا، انه ما بيجزى والدينا خير الجزاء مهما سوى. ثم أقدم الشكر الجزيل لأخواني درع جنبي، اللي من يوم بديت في إرسال مقطع لهذا البرنامج إلين دخلت مع هذا البرنامج.